هاي حماتة لبيلا. حماتة لبيلا؟ وشو يلي كانت عم بتقوله؟ عرفت بقصة زواج سارة واتضايقت. إحسان، أنا كنت مفكرة هذا الشيء ما رح يأثر على علاقة سارة وبيلا ويتزعلوا. لا، هنا نمناها. أنا عندي ثقة بسالم، بس شو؟ بصراحة أنا اتصلت فيك لأطمن على صحتك وأعرف كيفك. أنت ما بتتصل فيني أبداً. خجلان منك بصراحة يا أختي. شي طبيعي تكون خجلان أخي إحسان. بالأول تزوجت أنت فجأة، وهلأ بنتك تزوجت مثلك. واضح أنت كيف صرت ما عم تهتم بعلاقاتك وبسمعتك. كيف بدنا نقدر نواجه الناس بعد كل اللي صار هلأ؟ فكرت بهذا الشي؟ مو هيك القصة. كل هاد بسبب غباء بنتي سارة، بس أنا قريباً رح حل القصة. لا تنسى يا أخي، أولادنا بيتعلموا منا. يعني وإذا بلشت بنتك تقلدك، شو رح تقدر تساوي بخصوصها؟ الشي اللي أنت عملته من قبل، بنتك هلأ صارت بدها تقلده كمان. أي الحق معك يا أختي، بس صدقيني يلي صار غريب كتير حتى ما قدرت أفكر. كان فيك توقفها عند حدا. ما عم بفهم أنت كيف هيك بتتصرف. غريب كيف بتتصرف على كيفة وأبوها ما بيمنعها. طبعاً بكل الأحوال أنا ما دخلني فيك، بس نحن قلنا سمعتنا وحكي العالم بهمنا كتير بصراحة. وهالقصص اللي عم بتصير معكم بتأثر على سمعتنا وقيمتنا بين الناس، وما بدي بيلا تلتقي بسارة أو أنت تأصر عليها. عن إذنك. بس شوفي إحسان، قلي مين كان عم يتصل فيك؟